بينا وبينهم طار. يا رجال قديم يحمي العرض وليه الدم يا فلسطين فيك هيبقى نهار. يا عزل يلا وشمر الهدنة بقالها ستة أشهر ماذا تم؟ المجاهد من أجل دينه من أجل وطنه من أجل عرضه هو الذي يصبر وهو الذي يضحي. يا شعب دمياط الأبية يا من عودت الأمة العربية على أن تقف شجاعا دائما. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا شهيد اتهنى اتهنى. يا شهيد اتهنى اتهنى. استنى على باب الجنة. استنى على باب الجنة. نصوت نصوت إسرائيل. نصوت نصوت إسرائيل الجوية. فين العزة الوطنية؟ يا جماعة صهينا عينهم على مصر. يا أمة الإسلام فين حضنك الدافي فين وقفتك قدام من إمتى بتخافي؟ أمية وأهل صهيوني ولا تبقوا لهم شخصا وهبوا أيها الأنصار حتى تخرجوا النصة فإني ثالث الحرمين يا قومي أنا الأقصى. يا رب آمن روعتهم وسدد رميتهم وسدد رميتهم. اليوم السادس للاعتداء السافر على أمتنا وعلى كرامتنا. نحن مزايدة على مصر وبالمقابل ولا خيانة في حق مصر من أي شخص مهما على موقعه ومهما ارتفع شأنه. الآن بدأت مرحلة جديدة في هذا الصراع والخيانة فيها سيسطرها المؤرخون. إننا سننتصر إن شاء الله. لا للسقوط. لا للسقوط.
يعني ده أقل ما يمكن أن نفعل. انتصارك